من سنة 2018 حققت مجموعة البنك الشعبي المركزي نتائج جد مهمة وبلغت الأهداف المستطاة لها، كما ساهمت المجموعة بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية للمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تتواجد عبر تمويل اقتصاديات هذه البلدان. ففي المغرب بلغ مجهود تمويل الاقتصاد من طرف المجموعة 15 مليار درهم، تم ضخ ثلثين منها لفائدة المقاولات. أما على مستوى الادخار، استحوذت المجموعة على حصة ربع من الادخار الإضافي للزبناء الخواص وكل الادخار الإضافي لمغاربة العالم. وبخصوص الأبناك، المجموعة المتواجدة بإفريقيا جنوب الصحراء، فقد ساهمت هذه الأبناك بحوالي 20% من ناتج الخام للمجموعة و 24% من نتيجتها الصافية. وعلى مستوى الحسابات الموطدة فإن الناتج الإجمالي الخام للمجموعة ارتفع ب 4% ليرتفع لسقف 17 مليار درهم، محققا بذلك نتيجة صافية بمبلغ 3.5 مليار درهم بنسبة ارتفاع ب 3.8%. بهذه الحصيلة الإيجابية تؤكد مجموعة البنك الشعبي مكانتها وصلابتها المالية وجاذبيتها، وتقترح المساهمين مردودية لأسهم البنك الشعبي المركزي تصل إلى 7.5 دراهم، أي بنسبة ارتفاع ب 15.5%، كما تقترح مردودية تصل إلى 5.5% إلى حامل الحصص بالنسبة لمكافأة الحصص لفائدة الشركاء في رأس مال البنوك الشعبية الجهوية.